سيدنا عط من بعد باش الناس يدخلوا للمغرب يرجعوا للمغرب ولكن يكون واحد الحجر الصحي في الفنادق مده عشرة ايام لان كيف قلنا سيدنا الله ينصره ديما انه المبتغى الاول ديالو هو, هو يحافظ على الصحه ديال المواطن قبل الاقتصاد بالفعل جاء النداء من الولايه من عند السلطات باش دار واحد اللائحه اولى اللي كانوا فيها واحد سته ولا سبعه ديال الفراديق اللي ساهموا في هذه العمليه لايواء هاد المغاربه باش يرجعوا للمغرب ورجعوا للمنازل ديالهم بحيث مشاو غير لبضعه ايام. اه والفنادق والفندقيين والمهنيين ساهموا في هذه العمليه بواحد الاثمنه مناسبه اثمنه مناسبه وكانوا صنفين اه بعض الفنادق مصنفه ثلاثه نجوم وبعض الفنادق مصنفه اربعه نجوم سته ولا سبعه ساهموا في هذه العمليه بالفعل اه شرعنا في العمليه أه مع مع السلطات ومع الصحه ومع الطيران في هذا الامر هذا وشفنا باللي كاين الطلب كان من المفروض على السلطات باش تزيد لائحه ثانيه نضيفوا فنادق اخرى على سته وسبعه لان ما كفاتش بالفعل زدنا لائحه ثانيه كانوا فيها تقريبا سبعه ولا ثمانيه ديال الفنادق اللي استفدوا من هذه العمليه أه بحكم ان الفنادق ماشي غير 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 اتفقات على واحد اثمنه مناسبه وانما تحافظ على التدابير الاحترازيه والوقائيه لان هذا هو الهدف الاثمنه الاثمنه اللي تخصت لهذ المغاربه اللي كيسكنوا في المغرب وكخصهم يرجعوا ثلاثه واربعة نجوم كنا اتفقنا ان نساهموا بواحد الثمن ديال 600 درهم فيه المبيت والفطور والغداء والعشاء بالنسبه للغرفه ديال الشخص واحد في ثلاثه النجوم و800 درهم بما فيها المبيت والفطور والغداء والعشاء بالنسبه ربعة النجوم وهذه العمليه هذه غير باش نقولوا هذ الكونفينين راه كاين واحد الامر ان كل واحد جاي كيخصو يتصل بالفندق اللي في اللائحه ويحجز ويؤدي ويكون يكون عنده واحد الرسم بان ادى الواجب ديال 10 الليلات بان راه غادي يكون عنده حجر في الفندق الفل الفلاني باش يمكن له ياخذ الطائره ويجي وتكون واحد واحد اللا اللا من جهه السلطات انهم ملي كيوصلوا للمطار كيستحبهم السلطات حتى كيوصلوا للفندق باش يبقاو واحد 10 ديال الايام في الغرف ديالهم مبيتا واكل وشراب بما فيه الفطور والغداء والعشاء حتى كتوصل ديك اليوم التاسع الصحه كتكلف باش كدير واحد تست اللي كان نيجاتيف كيخرج يمشي للمنزل ديالو اللي كان بوزيتيف فراسوروطات كتاخذ اجراءات اللي خصها تاخذ مع مع الصحه العدد الاجمالي وصلنا بين اللائحه الاولى واللائحه الثانيه تقريبا 13 وزدنا في اللائحة الثالثة هذه واحد ثلاثة أيام تقريباً واحد سبعة ولا ثمانية الفنادق تقريباً واحد 20 فندق فيهم ثلاثة وربعة النجوم اللي ساهموا من هذه العملية، فيها المغاربة اللي راجعين للمغرب وفيها آه الناس اللي جايين من لازومبي واللي حتى هما خصهم يديروا واحد الحجر الصحي ديال 10 ديال الأيام باش البلد يبقى محمي وباش الوباء ما ينتشرش وباش نبقاو كنتحكموا في الوباء ونتحكموا في صحة المواطن Nous sommes parmi les hôtels mobilisés à l'opération de confinement qui va recevoir donc des MRE de l'étranger ainsi que des touristes en provenance de la zone B. Comme expliqué, nous avons une capacité totale de 600 chambres. Nous avons participé à cette opération depuis le premier jour de son démarrage. Cette opération a été organisée suite aux instructions royales par Sa Majesté, que Dieu l'assiste. Et nous avons reçu aujourd'hui quasiment 300 personnes. Nous continuons à recevoir des touristes et des MRE en provenance de la zone B tous les jours. Nous avons organisé des étages à cet effet justement de manière à, à les sécuriser. Euh, les conditions sont totalement respectées et les clients sont, sont vraiment très à l'aise dans nos hôtels. Nous faisons notre, euh, notre maximum afin qu'ils se sentent euh, à l'aise et dans les meilleures conditions et que leur séjour se passe des meilleurs.